طيب بشكل سريع خلينا نستعرض كل اللي اتكتب عن النادي الاهلي على السوشيال ميديا النهارده في ترند الاهلي. نبتدي بحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيتوقع تشكيل الاهلي زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشه: شناوي، ايمن، اشرف، ياسر، علي معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، السوليه، اليو ديانج، جيرالدو، اجاي، حسين الشحات. ده مجرد توقع. خلينا نروح لحساب اخر وهو حساب سوبر كورة على فيسبوك، واللي بيتوقع ايضا تشكيل النادي الاهلي زي ما ايضا حضراتكم شايفين: الشناوي في الدفاع، هاني، ايمن، اشرف، ياسر ابراهيم معلول، الشحات، السوليه، اليو ديانج، قفشه في النص، واجاي ومروان محسن في الهجوم. طيب لسه في كلام اخر عن النادي الاهلي وصفحه في الجول على انستغرام وتاريخ مواجهات الاهلي ضد الوداد في دوري ابطال افريقيا. لعبوا 8 مباريات مع بعض، 2 فوز للاهلي و2 فوز للوداد و4 تعادل ما بين الفريقين. واولى المواجهات لو حضراتكم تفتكروا كانت ابتدت في 2011 ما بين الاهلي والوداد في دور المجموعات. طيب سوبر كوره كمان على فيسبوك بتقول: تعرف على مشوار الاهلي والوداد قبل مباراه اليوم. الاهلي لعب 12 مباراه وده اللي يهمنا. خلينا نتكلم في الاهلي: فاز في 8، تعادل في 3، خسر مباراه واحده، سجل 29 هدف واستقبل 5. في المقابل الوداد 10 مباريات، 5 فاز، 3 تعادل و2 خساره، و19 هدف سجلهم و9 استقبلهم. طيب ايه تاني النهارده؟ النهارده الكلام طبعا زي ما حضراتكم شايفين كله عن المباراه. فبالتالي المصري الرياضي على تويتر بتقول: حكايه 3 انتصارات تاريخيه للاهلي في المغرب، راسيات المدافعين تحسم مواجهتين منهم. الاهلي فاز في عدد من المواجهات 3 تحديدا في المغرب، وابرز مباراه احنا فاكرينها فوز الاهلي على الوداد هناك في المغرب بهدف رامي ربيعه، دي كانت في 2016، نسخه 2016. قبليها طبعا كان في 97 كاس النخبه العربيه، والاهلي قدر ان هو يفوز هناك بنتيجه 2-1 هدفي سمير كامونا وهادي خشبه، طبعا كباتن النادي الاهلي الكبار. واول فوز للاهلي في المغرب على الوداد كان في 84-3-1 باهداف طبعا كابتن طارق او طاهر ابو زيد والكابتن خالد جدالله، احرز هدفين في هذا التوقيت. طيب لسه كمان في بعض الامور على السوشيال ميديا اللي ممكن نتكلم فيها النهارده، ودوري ابطال افريقيا اول مباراه في دوري ابطال افريقيا منذ 224 يوما، طبعا بسبب التوقف اللي كان بسبب كورونا وبعض الاحداث اللي حصلت. بكل تاكيد دي كانت بعض الامور على السوشيال ميديا.